وعلى بركة الله أيها المتابع الأوفياء، الركيزة العاشرة هي كتاخد المسار ديالها في اتجاه المنطقة ديالتها المخصصة لها، المكان ديالها المخصص. على بركة الله وعلى بركة الله وعلى بركة الله. دابا داك العود، داك البلانش اللي كانوا دايرين، صافي غادي ينوض دابا. كيطلعوها واحد شوي تقريبا واحد 20 سنتيم ما كاملاش، تيخليوها واقفه، كيبقاو يتصنتوا لدوك لي كابل. صافي لي كابل هما شتوهم كيفاش دايرين ليهم، صافي يضربهم في هذوك الركيز. هو شتوه، هو كيدخلو من هنايا، كيدخلو من هنايا، تيجيبو لهاد البلاصة هي شتوه، عاوتاني تدخلو من الجهة الأخرى بنفس العملية. إذا نفس العملية كتمشي لينا، كيدخلو من هذيك الخرصة وكتجي لهاد الخرصة ديريكتومون. تخباو شوية على هذا، والله هذاك البالي بحال هكدا يا نديرون جينا شو وهي غادية شي نفس العملية عاوتاني. كيدخل من داك الكروشي من هنايا، من هاد الباب من هنا، ها شي كيدخل منو، كيشد مع داك الكروشي، صوبي ليه بلاصتو، كل حاجة محطوطة في بلاصتها. وهي القروة الدوش شوية عليها، فوالا. إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، هالأولى هالثانية وهالثالثة الرابعة والخامسة هي جاية، نفس العملية اللي غادي تعاود تركب هنايا. إذا خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك، وأنا مشيت.